عمركم عرفتوا راجلي باش انا الان هذا نقول له نوض نوض تبان. لطيفة رأفت تخرج لأول مرة عن صمتها في فضيحة قضية البارون المالي، تصريحات لأول مرة من لطيفة رأفت. تابعوا الفيديو. تحطات البنت معايا، علاش البنت زعرة وهي بيضة؟ يعني شنو هاد الأفكار؟ شنو هاد الشهادة؟ أش درت لكم؟ الفنانة المغربية لطيفة رأفت تخرج عن صمتها في فضيحة قضية زوجها السابق الذي أسقط الناصري. خرجت لطيفة رأفت بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت فيه تفاصيل علاقتها ببارون المخدرات المعتقل، والذي فجر قضية جرت شخصيات بارزة في عالم السياسة والمال والأعمال بالمغرب إلى السجن. ما فكرتوش مستقبلا شنو غتشوف على امها؟ نهار اللي تزادت خرجت وحدها بيضها، ها سرقت البيض، ها سرقت، طلع لها واحد من الشرجم، ما هدرش في هذا الموضوع. قلت انا كبيره من هذا الشيء، واحد نقز لها من الشرجم وجا وفتحها وحيد لها البيض وجابوا لي. شنو هاد الخرافات؟ شنو هاد البنت باها ولا كلشي تيقولوا فين با؟ فين عمركم عرفتوا راجلي؟ باش انا الان هذا نقول له نوض نوض تبان. وقالت لطيفة رأفت أنها حينما تعرفت وارتبطت بهذا الشخص لم تكن على علم بأنه بارون مخدرات، مؤكدة أنه لا يعقل أن يفصح لها عن ممارساته المهنية في ظرف مدة قصيرة استغرقت فقط 4 أشهر. ذكرت المغنية المغربية أنها ليست بحاجة إلى بارون مخدرات للشهرة وكسب المال. وحدي تقول لطيفة تزوجت 6 زويجات، بغيت نعرف اش من فوقاش حضروا؟ واش حضروا ليا في العشاء ولا في الغداء ولا قلت لي تكتب لي كاغيط مع هاد الناس؟ كنقولوا كاغيط درب الصداق. معتبرة ان اهم شيء بالنسبة لها هو حب الوطن والمغاربة، واضافت ان المالي طلب منها الزواج في ظرف 15 يوما من التعارف فقط، مشيرة الى ان كل ما كانت تعرف عنه هو انه رجل اعمال افريقي من جنسية مالية. أشارت أيضا إلى أن فترة تعرفه على المالي تزامنت مع الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى مالي سنة 2013. لطيفة رأفت ذكرت أنها كانت على علم بأن الشخص رجل أعمال ويملك شركات وليس بارون مخدرات. وأكدت لطيفة رأفت أنها طلبت طلاق الشقاق بعد 4 أشهر و10 أيام من الزواج لأنه رفض السكن معها في الفيلا التي تملكها منذ سنة 2005، بالإضافة لتنظيمه سهرات بالمنزل الذي يملكه بالدار البيضاء. هاد البلبلة اللي نايضة على هاد البارون المخدرات، وما تزوجتوش 3 المرات، أوكي 3 المرات، واحد الله يرحمه مات وزوج بقي في حياته. بارون بهذا الشكل اللي نتوما نيت بنفسكم كتقولوا عليه بارون وعنده فعال وترك وطيح اسماء، ما يمكنش يتقف وحده يلاه عرفته 4 شهور يقول لا انا بارون مخدرات، حيت انا ما محتاجاش لبارون مخدرات. سيد دخل من باب الوسعه وبغى يتزوج ولا طفل، معرفه بالضبط 15 يوم وطلب الزواج، وهاد 15 يوم عرفتوا بانه رجل اعمال من افريقيا اللي جاوا المغرب باش يستثمروا في المغرب، وكان سيدنا الله ينصرو يلاه كان مشى لمالي وجاي من مالي باش انه يستثمر، وعرفتو شركات وعرفتو عنده اموال وعنده ماشي عنده مخدرات. ما غنتزوج شي واحد نخدم عليه من جراء ني واحد عنده رزقه وطلبني في الحلال، مشي تبعها في الحلال. راجلي على سنة الله ورسوله كان، يمكن هادو اللي قالوا راني مزوجه بستة ديال الرجال ولا كثار وهذا وقريتهم ما حضروا فيه. هاد السيد جا باب واسعه تزوجت بيه وكان وشت مع ناس مع مسؤولين ومع ناس اللي ما غاديش نشك فيه. انا اساسا ما يمكنش تطيح لي في بالي ان واحد يجي تبيع مخدرات او كيف، انا ما قدرتش الان نقول اش كيدير اش بابا قانون كيف بلاد، ماشي انا اللي غادي نقول لكم اش كيدير ولا اش معاه. يعني زوج على سنه الله ورسوله. على فكره انا عايش في داري، عايش في داري اللي كتقولوا شراها لي، انا داري اللي كسبت هذه اللي كنسكن فيها اللي كتقولوا قصر، ماشي قصر فيلا بحجم مع الناس، بنيتها في 2005 وهذا السيد عرفته في 2000 في اواخر 2013، ولاك دو مارياج عندي معاه من اخر من الاول جانفي الى 6 شهر 6 ماي، يعني 4 شهور
كيقتنوا لانه السيد ما بغانيش نبقى في الدار ديالي من حقه. كيقول لك انا ما نسكنش في دارك وانا عندي الماده وعندي وعندي، خصك تكوني معايا في الدار البيضاء. مشيت مع السيد، ماشي شكلي، ماشي انا، ماشي شكل السهرات، ماشي شكل ديال، ماشي عرفت بان ما يمكنليش، فقط ما يمكنليش، كان هناك غموض، خصني نعرف بزاف الحوايج. السيد رافض، فقلت له اللي جمعونا يفرقونا، وتفرقت معاه طلاق شقاق. هاد البارون اللي كتقولوا عنده كاين اللي قال عنده جزر، انا ما عرفتش هادشي، سعداتكم عرفتوه. طلقت له طلاق الشقاق، يعني حتى العدول انا اللي خلصته. اوكي، لو كنت عرفتو بارون وعندو هادشي وغنقول لي مثلا انا كنت بصح طمعت في انسان بحال هذا. انا مش منو، انا كندوي مش منو غير خير، مش راجل كازمع كي امرأة زوجات مصدقش الزواج، ما نقدرش نكون مع انسان ما عارفاش شنو تيدير بالضبط. يعني ها الشركات ها كلشي اللي كل مره كنسالو على بزاف الحوايج، انا في غنى عن المشاكل. طلقت طلاق شقاق، ما خديت ولا فرانك، حاجه وحده. كتستهونوا بزاف بالامن الوطني ديالنا، كتستهونوا بزاف بالفرقه الوطنيه. هل يعقل هذه الاسماء كلها اللي تجبدات في هذا الموضوع يخلوني انا استثني بها فقط؟ لا تفرفت، شكون هاد لا تفرفت؟ عطيت البلاديه الحمد لله، ومازال الا باقي فيها شي صحه نعطي، والله انا باغي نعطي شويه غير بنتي باش تشوفني كنغني، ومن بعد بسلامه.